معرض جيمرز كون جدة يرجع لكم من جديد من 13 سبتمبر إلى 15 سبتمبر. تعالوا هناك وجربوا أفضل الألعاب. كل المعلومات راح تلقونها تحت بالدسكريبشن. هلا فيكم حلقة جديدة من أنت وشنت. شخصيتنا الحلقة الماضية كانت سكوربيون من لعبة مورتال كومبات. أما الحين خلونا نبدأ. ولدته أمه وتركته على عتبة دار الأيتام. أخذ اسمه من اللحاف اللي كان عليه. وفي عمر مبكر تم تبنيه من قبل أشخاص وتربى مع أبنائهم. وكانوا بمثابة العائلة بالنسبة له. وأثناء ذلك وقع في حب بنتهم، وهذا الحب يلعب دور كبير في أحداث قصته. كان الكثير يكرهه بسبب أن أمه تركته، وكان يلقبونه هو أمه بأبشع الأوصاف. وفي عمر المراهقة انضم إلى المنظمة لحماية المدينة، لكن الكثير من أعضاء المنظمة كرهوه بسبب طبيعته اللي تميل الأنانية. فهو شخص يحب العمل لوحده، وأيضا كان يستخدم الأسلحة النارية، وهذا الشيء كان محرم في المنظمة. ها، عرفتوا من هو الشخصية؟ إذا عرفتوا اكتبوا اسمه تحت بالدسكريبشن، وإن شاء الله راح يطلع اسمكم في الحلقة الجاية. ولا تنسون الاشتراك إذا ما اشتركتوا، وأيضا لايك الفيديو إذا عجبكم. كان معكم هذا الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.